أخيرا أقدر أقول لكم أهلا بيكم في نبتة. عارفين لما حد يحلم حلم جميل بعدين يصحى من النوم يلاقيه اتحقق، فبيبقى متلخبط ومبسوط في نفس الوقت ومخضوض؟ أهي نبتة دلوقتي عاملة كده. ده حلم في فريق كبير بقاله فترة طويلة بيحلم بيه، وفي جزء منه ابتدى يتحقق دلوقتي. ومهرجان نبتة هو أول خطوة في الحلم ده اللي احنا بنحاول نرسم لأولادنا بأحسن طريقة ممكنة على قد ما نقدر. طبعا أنا جات لي أسئلة كتير جدا عن نبتة وعن المهرجان، أحب الأول بس إيه أحاول أجاوب على كل الأسئلة. بس قبل ما نقول أي حاجة أحب أعرفكم بكيكو. كيكو صاحبنا اللي هيكون معانا في المهرجان كشعار للمهرجان وكشعار لنبتة أبو إردان الشقي الجميل، اللي هو طبعا بياخد باله من أي نبتة في الدنيا، الطائر المصري الأصيل. لكن كيكو بتاعنا مش بس طائر مصري أصيل، هو عنده فضول رهيب تجاه إنه يعرف كل حاجة ويطير ويلف ويجمع معلومات. ده بيوقعه في بعض المشاكل، لكن عنده ميزة إنه بيحب يشارك خبراته مع أصحابه. هتقابلوه في المهرجان، وبعد المهرجان كيكو هينطلق وهيعمل حاجات كتير إن شاء الله للأطفال. هبتدي بقى أجاوب على الأسئلة. إيه هي نبتة؟ نبتة هي شركة أحد شركات المتحدة مختصة بدعم وصناعة وتمويل وإنتاج أعمال للأطفال بكل أشكالها، يعني كل أنواع المحتوى اللي ممكن يقدم للطفل، من أول المسرح للسينما للبرامج للأنيميشن وكل الأشكال. مهرجان نبتة هو عبارة عن ملتقى للصناع وملتقى للأطفال مع صناع محتوى الأطفال، علشان خاطر يبقى بداية وإعلان وفي نفس الوقت مسابقة لإنتاج محتوى للأطفال. المسابقة معمولة للكبار اللي بيقدموا محتوى للأطفال، ودي برضو سؤال اتسأل لي كتير. مفيش مسابقات للأطفال؟ هيكون في مستقبلا مسابقات للأطفال، لكن المسابقة المرة دي للشركات والأفراد اللي بيعملوا محتوى للأطفال. أما بقى فعاليات المهرجان، افتتاح المهرجان إن شاء الله هيكون يوم 15 أغسطس، يعني هيبقى إن شاء الله حاجة مختلفة كده هنحبها كلنا. ورشة وقت الحكاية، ورشة وقت الحكاية دي هتكون يوم 16 أغسطس بمشاركة مجموعة من الفنانين، يعني منهم أساتذتي وزملائي الأستاذة سوسن بدر، الكوميديان الجميل وصديقي حاتم صلاح، الكاتب المميز عبد الرحمن جويش، وأنا هكون مشارك معاهم في الورشة دي إن شاء الله. هحاول يعني أقوم بأي دور مفيد جنب الناس الجامدة قوي دي. يوم 17 أغسطس ورشة الستوب موشن. الستوب موشن هو فن صناعة الأنيميشن، صناعة التحريك عن طريق مجسمات، وتحديدا في الورشة دي هيكون باستخدام الصلصال، وهيقدمها الفنان المخرج حازم جودة، وهيشارك فيها الأطفال، وهنعمل يعني منتج أنيميشن صغير بحيث إن الأطفال يعرفوا يعني إيه أنيميشن، يعني إيه تحريك، ويعني إيه كرتون. يوم 18 أغسطس ورشة الرائد الصغير. الورشة دي دورها إن هي تعلم ولادنا يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه بيزنس بس بشكل مبسط، يعني إيه يعمل مشروع صغنن، وده بالتعاون مع شركة انطلاق إن شاء الله. ده هيبقى يوم 18 أغسطس. دي فعاليات المهرجان. من الأسئلة الكتير جدا اللي جات لي اللي هو العالمين، بس في أسئلة كتير جات لي، طب مش هتيجوا محافظة كذا؟ مش هيبقى فيه في كذا؟ إحنا بادئين طبعا الشركة كأساس هي موجودة في القاهرة، والعالمين مجرد بداية، لكن الخطة إن يبقى فيه فعاليات في كل حتة في مصر وفي كل محافظة في مصر. وبالنسبة للمسابقة برضه عشان جات لي أسئلة كتير، إحنا في أعمال كتير جدا اتقدمت للمسابقة، فقررنا إن إحنا نمد المسابقة لغاية شهر سبتمبر، لنهاية شهر سبتمبر، وهيكون في ختام في القاهرة وإعلان لنتائج المسابقة في نوفمبر بالتوازي مع أعياد الطفولة إن شاء الله. في فريق كبير جدا باذل مجهود، أحب إن أنا أشكرهم، على رأسهم الدكتورة نشوى جاد رئيسة مجلس إدارة شركة نبتة، ولجنة المهرجان اللجنة المنظمة من الأساتذة الأفاضل. ومش محتاج أقول لكم بقى إن أنا يعني لمعت النجف وفرشت السجاجيد، ومستنيكم تنورونا في المهرجان علشان نبتدي أول خطوة في إن إحنا نعمل حاجة لولادنا، علشان خاطر المستقبل هيبقى بيهم، فإحنا بنحاول إن إحنا نخلي المستقبل أحلى. مستنيكم.